ازيكم يا شباب؟ عامل ايه؟ النهارده هنعمل فيديو سريع مختصر مع لعبه كرويد ماستر، لعبه جديده مغرقه السوشيال ميديا واعلاناتها بتطلع في كل حته ومش هنفتحها غير لما نجربها. وخلينا نشوف لعبه كام عليها، بس قبل ما نبتدي نروح نرزع لايك المتين ونشترك على القناه. تمام يا شباب، زي ما شايفين لعبه كرويد ماستر نفس فكره لعبه باشن اول، لعبه هتضغط بصبعك ونمشي. هي دلوقتي المتر ولا حلو خزن واضرب بصبعك وشيل ايدك، اضرب بصبعك فترة طويلة وشيل ايدك وحاول ما تهرب ماشي وتضربهم يعني. ولا ليفل 2 حلوة اللعبة دي، لعبتها قبل كده عملت عنها حلقة. لعبة جميلة جدا. طبعا ولا دي نفس الشركه اللي عامله اللعبه دي، اصل نفس الكاركتر تقدر تختار سكن ماشي 100. هنقفل الداتا حلوة أوي اللعبة دي، محتاجة لها حلقة برضه، لعبة جنان يعني.
تاني ضربه موتني. لازم نموتهم كلهم. قاعد هنا اتاك ليفل 1 وديفنس ليفل 1. هنشوف الاتاك ليفل 1 ده. اوه انا كل ده المفروض اعلي الاتاك بتاعي. انا كده الاتاك بتاعي بقى ليفل 6. كل ده عمال العب والاتاك بتاعي ضعيف. ايوه كده يا عم ده طارق. Check.
شباب، هي لعبة حلوة بصراحة، حلوة بس مفتقر لحاجات كتير قوي. كان نفسي يكون فيها صوت كويس، صوت ضربات، صوت بانش كده، وصوت ناس بتقع كده، وحاجة حلوة يعني، شوية ساوند افكت كده صغيرين يعني، مش بتلاتة جنيه يعني، هيخلوا اللعبة أحلى. تمام. وكان نفسي الضرب يبقى اوتوماتيك، يعني انا اضغط اشيل صبعي وهو يضرب اوتوماتيك لاقرب حد، مش لازم انا احرك يمين وشمال، لان انا مش هبقى بتحكم كويس يعني. اللي بيلعب اللعبه هيلاقي نفسه مش عارف يتحكم. تمام. لكن لو انا شلت ايديا وقام هو انضرب اوتوماتيك لاقرب حد، هتبقى حلوه جدا، بحيث ان انت تكتك بصبعك يضرب اوتوماتيك عادي. موجوده جدا في العاب كتيره وسهله يعني، هي لعبه كويسه وفكرتها حلوه بصراحه، ونفس الكاركتر بتاعت بعض الالعاب المشهوره في بعض الشركات، وبوش اول نفس النظام كده. لعبه كويسه، هسيبلك لينك تحت ديسكربشن، جربها حملها ان شاء الله تعجبك. اهم حاجه السبسكرايب، روح على اللايك، واشترك على القناه، واستنى الحلقه الجايه من جيمر بالعربي. مع السلامه.